اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله حلقات هاشتاج اسال الدوك من 3 4 ايام تقريبا بيج رامي نزل على الانستجرام اكونت بتاعه صور اتخذت له اسبوع قبل بطوله ارنولد كلاسيك 2020 الصور مشجعة جدا وكانت بتوري مستوى جامد جدا من الديفينيشن والماسل ماس بعض الملحوظات الصغيرة اللور باك حاجات كده خفيفة مش ده المهم المشكلة ان بعد لما بيج رامي طلع في Pre-Judging في أرنولد كلاسيك عشرين حسينا ان مش هو ده المستوى اللي احنا كنا متوقعينه وان مش ده ما بيطبقش الصور اللي احنا شفناها قبل البطولة طيب المهم هنا واللي عايز الفت نظركم ليه اللي قاله كريس اسيتو بعد جادجنج بتاع ارنولد كلاسيك عشرين عشرين عشان هو قال ان بيج رامي كانت مشكلته في زياده الميه اللي موجوده في جسمه وده احنا كلنا شفناه بس هو لفت نظرنا ايضا لحاجه معينه قال ان الديفينيشن والتفاصيل الصغيره في جسم رامي مع البوزنج كانت بتتلاشى يعني ان احنا مع اول ما ابتدى العرض واحدة واحدة كده تلاقيني الديفينيشن بتقل. وقال إن بيج رامي لوحده على المسرح شكله كان مرعب. بس لما نيجي نحطه في مقارنة مباشرة مع ديكستر جاكسون وويليام بونك زي ما الحكام عملوا، ساعتها بتبتدي تظهر الفروق اللي بينهم واللي بتميز الأول عن التاني والتالت. يا قبل ما أي حد يتريق على موضوع ان رامي لوحده مختلف غير جنب المنافسين يراجع الفيديو اللي انا قلت فيه الكلام ده ووضحته وكمان ما ينساش ان كريس اسيتو هو اللي محضر بيج رامي في بطولة مستر اولمبيا 2017 اللي أحرز فيها المركز الثاني وده اعلى مركز وصله بيج رامي من اول ما احترف لعبة كمال الاجسام انا بقى بتمنى ايه في حاجتين عايز اقولهم واحد ياريت بيج رامي ما يغيرش المدرب بتاعه عمال على بطال يعني هو دلوقتي شغال مع تشاد نيكلز ياريت يقعد مع تشاد نيكلز فترة محترمة علشان تشاد نيكلز هياخد وقت انه يفهم جسم اللي قدامه زي اي واحد بيحضر هياخد وقت عشان يفهم الجسم والخامة اللي قدامه واول ما هيقدروا يوصلوا للمفتاح الصح والتركيبة الصح والتوليفة الصح الموضوع هيكون سهل بإذن الله فما فيش داعي ان احنا نغير مدرب بعد كل بطولة اتمنى ان ده ما يحصلش الحاجة التانية اتمنى ان بيج رامي في البطولات اللي بتكون في امريكا او يكون بينها وبين المكان اللي هو قاعد فيه اكتر من 12 او 13 ساعة او فرق توقيت كبير انه يوصل قبل البطولة بعشرة او خمستاشر يوم علشان تقدر الساعه البيولوجيه بتاعته تتعود على المكان الجديد اللي هو رايحه ده هيساعد في ان الهرمونات اللي في جسمه تكون متظبطه اكتر ويقدر ان هو يكون الهرمونات دي تساعده في انه يظهر على المسرح بطريقه افضل انما ان الواحد يوصل قبل البطوله بيوم او يومين ده من وجهه نظري المتواضعه فترة غير كافية إن الجسم ياخد على المكان الجديد وفرق التوقيت وإن الهرمونات تاخد على المكان الجديد ده فياريت أي بطولة بعيدة عن مكان إقامتك يا رامي ياريت توصل لها قبلية بخمستاشر أو عشرين يوم تتمرن هناك تبقى خدت على الأجواء هناك ويبقى مفيش أي مفاجآت بالنسبة لنا إن شاء الله من غير مقاطعة الجاي أحسن وبالتوفيق ونلتقي قريبا في حلقة جديدة من سلسله حلقات هاشتاج اسال الدك